أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الحريري يؤكد لن نقبل مواقف حزب الله التي تؤثر على الأشقاء العرب. واشنطن ملتزمة بدعم السعودية والشركاء في الخليج في مواجهة انتهاكات الحرس الثوري الإيراني للقانون الدولي. مصرع أكثر من 30 مهاجرا وإنقاذ 200 قبالة سواحل ليبيا وفق البحرية الليبية. وصول طائرات محملة بالإغاثة والأدوية إلى مطار العاصمة صنعاء. السودان يرغب بشراء مقاتلات روسية وفق الرئيس عمر البشير. محكمة في زيمبابوي تقضي بقانونية عزل موغابي. اللاجئون الروهينجا سيبقون في ملاجئ مؤقتة بعد عودتهم لبورما وفق وزير خارجية بنغلاديش. 4 قتلى على الأقل في هجوم انتحاري في كويتا جنوب غربي باكستان.